المسألة الثانية، جاءني أيضا سؤال في المسجد النبوي عن حكم التعامل مع شركة تمارا وتابي، ما نحد لا أدري حتى أحفظ اسمها، تمارا وتابي، وصورة عقودها المخفية اليوم أبلغت أنها غير مكتوبة، بينما هي مخفية. صورة عقودها المخفية كالآتي: تشتري منهم بضاعة بالتقسيط، ثم إذا تجاوزت الوقت المواعيد التقسيط فرض عليك مبلغا جديدا يسمونه غرامة، وهذه الغرامة هي بعينها ربا الجاهلية، اقضي وإلا زد. هذا الربا كان موجود في الجاهلية، اقضي وإلا زد، يعني ما سدد الآن وإلا أن أرفع عليك السعر. ما الفرق؟ الفرق في الاسم، في المسمى. فكونهم يضربون غرامة على هذا، وكثير من الناس يتعاملون بها، يتعاملون في المستشفيات وفي مثل عيادات الأطباء وما إلى ذلك. انتبهوا، هذا خطر عظيم، وهو باب من أبواب الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فانتبه يا عبد الله. العجيب أن أحد الناس قد أفتى بجواز ذلك، ولكن مشايخنا الكبار أنكروا هذه الفتوى عليه، وبينوا أن هذا لون من ألوان الربا، فاحذروا من ذلك. والعجيب أنهم يقولون هذه غرامة نحن التي نفرضها على المتأخرين في السداد، يقولون نصرفها على الفقراء والمساكين. أقول لهم: ومطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل، لا تزني وتتصدقي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.